يس صباح الخير. اللايف الاولاني مشات الكونيكسيون ما عرفتش كان فيه شي مشكل على خرج الكونيكسيون. اصلا السينيال ضعيف كاين طالع هادشي لان بعيد على المدينه. كنتمنى الله يخدم اللايف هاد المره الثانيه ما يتقطعش. نهار جديد او ثاني ستيفان سوفيا شدينا اللايف ثاني. يوسف مرحبي. هيلو مرحبا اخويا تبارك الله عليك. يور كونيكشن از ويك الاخواني. قدرت تقطع الكونيكسيون في وقيتها كما قلت لكم راه كاين عندي شرط واحد في الريزو سعيد مورا. الله يحفظك خويا فؤاد عسلون. الله يحفظك. صباح النور محمد رضا السعودي. جود مورنينغ. ما عندي ما نقول. وليد تبارك الله على السي وليد الشيخ ديالنا. يحيى سكور الله يحفظك خويا. يحيى مكور ما عرفتش اخويا سمح لي الا ما قريتش سميتك صحيحه. صباح الخير. صباح النور سيمو. صباح جوناثان سميت. صباح الخير. الله يحفظكم الاخوان. راجل القو كثير. صباح الخير. صباح الموتيفاسيون. صباح الخدمه. صباح الخدمه دابا. الليل الليل السموحه تاع الخوت عندكم نتوما دابا. الليل الليل ديال المراد اللايف هذا. سير اخويا تنعس وخلي الافكار تكبر في دماغك وغدا الخدمه العمل. بزاف ديال الاخوان اجي كنت راه عندهم مشكل اليوم مع تقطع اللايف. الله بجيت اللايف شي 3 ديال الثواني وهو يتقطع على حسب جات الكونيكسيون. نتمنى والله ما تمشيش هاد المره. هادي مايك مورغان حمزه الباز. مرحبا بالدراري كاملين. بداو لايف مبارك. نطلعوا ثاني مع هاد الصباح هذا 5 الصباح. خرجت من الدار مع 5 ونص الشريه في الدار ما كان عندي الوقت ديال واحد 20 دقيقه ديال الميديتيشن. بخير حس بواحد السلام داخلي زوين مع راسي. حس ما خصني نتاخر الحمد لله. فين اخويا بغيت نسولك واحد السؤال. شتي كون سولت اخويا دابا اشرف سر كون سولت اخويا دابا السؤال جاوبتك عليه. صباح الخير محمد الناصر. اليوم جربت ديزابليكاسيون بجوجون شتي سودان الاولى ما صدقاتش نسيت الفيلم اخويا. ما فهمتكش اخويا كيفاش شربت جوج ديال ليزابليكاسيون بجوجون شتي سودان. اخويا سيمو تحيد شتك الحياة جات معاك اخويا. هي مخليها طال راس العام دابا جات معايا ما جاتش معايا ماشي مشكل. انت راه مخليها من طال راس العام وراس العام 1/1/2017 نشوف في المرايا عجبتني غادي نخليها ما عجبتنيش غادي نمشي غادي نهز سميتو وندوز عليها صافي. ضعف يجي شوية مبروك عليك. صافا اخويا صافا احنا غادي الصوت اخوان الصوت صافا. مشيت معاك نيشان. مرحبا اخويا على احسن الطرق لصنع شخصيات كرتونية تكون خاصة لانني احاول ان انشئ الالعاب من الصفر. واه ماشي التخصص ديالي والله فهمتي. اللي ننصحك تسول هذا السؤال هذا تسول شي واحد داير فنون تشكيليه. ما كاين اللي دايرين الشعبه ديال الفنون التشكيليه في الباك ومنهم واحد الصديق ديالي ديما كنلقى راسه مشي شخصيات كرتونيه فهمتي الخيال العلمي داك الشيء. يعني هذا هو التجربه الوحيده اللي شفت شخص كيرسم شخصيات كرتونيه وفريمون كنت كنقول ليه ديما راه انت في مجال ديال لي جو صاحبي راه غادي دير شي حاجه. ما هو الحمد لله غادي في حياته مزيان. ديجا عيطات عليه واحد الشركه في ابو ظبي دابا مكمل قرايته في قبرص. الله يسهل عليه الله يوفقه. ندعو مع هذا الصباح هذا. سولت شي واحد من الدراري ديال الفنون التشكيليه على حقاش كاينه. كاين اللي قرا 5 سيزيام باك كاين اللي قرا فنون تشكيليه. انا بالمناسبه قريت الكترونيك يعني راه ما كاينش غير سيونس مات سيونس اكس والادب. كاينين شعب اخرى اللي الاخوان حاليا ولاو كيعرفوها تقريبا كلشي ولا كيعرفها. شحال هادي في العهد ديالي فهمتي اللي تنقول لي تقول لي اين باك عندك نقول لي الكترونيك. على كاين شي باك الكترونيك تا كاين باك الكترونيك وكاين باك ميكانيك وكاين باك فهمتي فنون تشكيليه وكاين. سول شي واحد من الاخوان ديال فنون تشكيليه يقدر يفيدك وتقدر تعزل تسوي شي علاقه على شي حاجه. شوف دابا كنسولك دونك
لك انا ما كنسوقش بوحدي، راه فين راه كنمشي كنخلص فريلانسر كيقضي لي الحاجه، ولا كنمشي كنخلص شي واحد اللي اجي فاهم اجي يقضي لي الحاجه. انت تشلي داكشي مع شي واحد من المقربين ولا شي واحد صاحبك ولا تعرف عليه، دير انت وياه قهيوه، قلب عليه في فيسبوك، شي واحد تيقرا فنون تشكيليه في مدينتك، من مدينتك قدرت تلقاه في فيسبوك، كونتاكتي دوي معاه، دير انت وياه قهيوه، قول ليه الله يحفظك باش تبقى وراه يقدر ما يطلب منك التارية، راه ماشي غادي يكون كلشي فلوس، وماشي كاع الناس فهمتي اللي دار معاك شي حاجة راه خاص تخلصو، راه كاين الناس اللي عندها هواية وانت تنتا الله باجي، ولكن إذا كنتي كتربح حتى تهلا فيه حتى هو فهمتي باش حتى هو إلا كنتي لا إلا بغيتي تطلع إلا بغيتي يرسم لك مثلا إلا جيتي عندي اليوم قلتي لي خويا السيمو راه خاصني شي حاجة راه نتعاون معاك راه نعطيها لك، ولكن إلا كنتي كتجي عندي يوميا وهي كتسوى واحد تتسوى ماديا راه غادي نقول لك لا اخويا راه خاص تخلصها. الا جيتي مثلا على حال الصناع الفطار وجيتي عندك شي حاجه السيم الله الله سميتو اليوم راه مصيار وكدا سميتو عطيني شي نقضي حتى عطيني نقضي بلا ما حتى لراس الشهر ولا شي حاجه عطيني الله يحفظك راه فيه الشهور غادي نقول لك يوميا يوميا لا انت تسير عنده طلبوا على شي شخصيه جوج ثلاثه يتعاون معاك بهم وبقى تعاودهم في كاع لي جو ولا دخلوا الفلوس طلع في السيد حتى هو بقى تخلصوا على كل شخصيه كيرسمها لك. خاي السيمو صباح الخير، كاين واحد السؤال، شنو رايك في المجال السيتات ديال العقارات؟ خويا السيتات ديال العقارات خدامين واليوم عندك باش دير لهم الماركتينغ مزيان، كاين واحد التجربه ديال دابا هاني تشتي عصاولي كنبقاو هاد البلاد وي يلاه كنت تبدا دابا هاني تشتي وهو يتبدا ياس نعرف هو الاول من الشتا عاد نكمل والله دابا نكملو اللايف. والله نسيت كاع السؤال ديال الاخ، وكثرت الشراسي نسيت كاع السؤال ديال الاخ. الاخ خويا خويا الشتا هنايا الا صبات عليك غادي تدوش ليك هي كتصب. اللهم جينا تحت الشجره هادي لقيت كتجري ما فهمت والو خويا الشتا الشتا بدات الشتا بدات وضربتها بالجري. رجعوا للاسئله الاخوان، امطار مباركه هو يا خويا هنا يوميا الشتا، دابا راه عندهم من شهر 5 الشتا كذا 10 هو خاصها توقف 10 ولكن دير بحساب حتى 11 و 12. حنا كنقولوا يا ربي الشتا تجي، هما كيقولوا يا ربي الشتا توقف لان كتهرسهم في السياح، هما تيطلبوا الشتا يا ربي توقف شهر 10 لان داك العام قطر شهر 12 وهرساتهم في السياحه مزيان بزاف، هرساتهم في السياحه بزاف، هنا كيطلبوا يا ربي الشتا توقف. حاجه ديال السيبر في سبرينغ، حاول اقرب شوبيفاي، شوبيفاي حط فيها تيشور دابا وحط بالثمن اللي بغيتي ديك الساعه، وملي دير شوبيفاي ما عمر فيسبوك ما يسد لك، لان فيسبوك ولا كيستيتي فهمتي تيحارب اصحاب الافيليت ماركتينغ وادري باغي يربح الكوميسيون، حتى تي سبرينغ ما بغاش يخرج ليها كود لان تي سبرينغ ديما كيحاول يتقرب من فيسبوك، وفيسبوك واخا هكاك فهمتي فيسبوك كيضرب على مصلحته في الاول والاخر، انت غادي دير شوبيفاي وغادي تحط نفس التيشورتات غادي تبيعو، غادي تبيع التيشورتات في شوبيفاي وما غاديش وما غاديش يسد لك، بلوس غادي تجيب ثمن الكيك بقل لان تحط عندك البيك
سهلة تجيب غادي تسال ترا كاين كونفرجن شنو اخرى تيطرا ما عرفتش واش ستي سبرينغ ممكن هاد الشيء ما عمرني خدمت وقضيه اخرى هي ما عمر مثلا الكونت ديالك برد الصوت والاخوان راه خويا سيمو الصوت واخويا اش غادي نديرو الطبيعه كدير الطبيعه البرد الشتاء العشاش يمكنش تحكم في الطبيعه انا درت اتجاه الميكرو درت اتجاه الميكروفون يكون خير قلت لك اخويا ما عمر مثلا تجي تكون خدام فيسبوك ادز ما عمر تكون خدام فيسبوك ادز ودير واحد الخطوه ديال كومبين مثلا خدامه لك مزيان 5 دولار ولا 10 دولار ولا 20 دولار دق طلع 500 دولار لا عاجي فهمتي هو ملي كيشوف هادي الله في اليوتيوب طلع لي دونك عندك الربح هادشي بالتجربه دونك شنو غادي دير غادي تولي دوبليكي غادي تولي دوبليكي الكامبين اللي خدامه لك مزيان دوبليكي وديرها ب 500 دولار ديرها من الاول مثلا انت باغي تدوز 500 دولار في النار دوبليكي ديك الكومبين ودير لها 500 دولار ما تجيش ديك الكومبين اللي تزيد فيها 500 دولار في حالات كنت بغيتي تزيد بقى تزيد كاين واحد الاوبسيون ديال تبقى تزيد في 10% في النار ديرها تبقى تزيد في 10% 20% تزيد كاع الا كثرتي تزيد في 50% ماشي ديك القفزات ديال 300% 400% هادشي لكنتي خدام سي بي ا وكنتي خدام افيليت ماركتينغ كنتي خدام شوبيفاي طلع ب 1000 نزل ب 700 دير اللي بغيتي خذ راحتك كنتي خدام سيت ديالك ولا اوفر ديالك كما كاينين دابا عندنا دي زوفر ديالنا دير فيهم اللي بغيتي خذ راحتك خاي سيمو اش بان لك في علي اكسبريس افيليت خويا خدام علي اكسبريس افيليت والو في الرقم واحد في العالم حاليا اللي كيدخل الفلوس في السي بي ا باش نتفاهم بلوف رقم واحد في العالم اللي كيدخل الفلوس في المجال ديال السي بي ار هو علي اكسبريس افيليت دونك ما بقى عندي ما يتكلم رقم واحد يعني راه خدام بصح هاد المغرب قلب على خدمة والو 15 يوم باش نشري البي سي والو الموت ومازال كنقراو عندي 23 عام خويا الا بقيتي كدوب هاد الهضرة ديال الموت والوقت ميتة والزمان قهار والوقت ما عطاتناش والبلاد ميتة غادي تزيد القضية ترون عندك وغادي تزيد حياتك تزيد ترون وما فهمتي واخا يكون الخير جاي عندك غادي يضرب دورة ويرجع لأن أنت هو الهضرة اللي كدوي يوميا على الحاسة اللي كتحس يوميا راه مستحيل تلقى شي أخ نجح هو حاقد على كل شيء كفر على الوضعية كفر فهمتي ما يمكنش ماش نزيد ندوي اللي نقدر نقول لك هو أنت الأخ وكاع الناس اللي بحال النصيحة اللي نقدر ننصحك هو شوف واحد الشريط سميتو السر سر اليوتيوب كتب السر قانون الجذب حسن باش تمشي ليه ديريكت غيطلع لك واحد لا فيديو فيه ساعة المكانة تكون أحسن ساعة انفيستيتها في حياتك تفرج في داك الفيديو تما تقدر تبدا النقطة ديال تغيير حياتك أما ما حد شي واحد ساخط على الوضع وداك الشيء سميتو راه والله لا زاد في حياته راه ما تشوف ليا واش كاين شي واحد تجيب ليا شي واحد من الناس اللي ساخطين على حياته وناجح راه ما كاينش صاحبي واحد حاول تجيب ليا أي واحد مثال ماشي ليه الكلام ديال موجه الاخ وانما الاخوان كامل حاول تجيب ليا شي واحد ساخط على حياته كافر عليها لاعن وناجح راه ما يمكنش راه ما مستحيل جوج ما كيتلاقاوش لان هذاك داز من الطريق فهمتي هذوك الناس اللي غاديين مزيان دازوا من الطريق ديما كاين التفاؤل ديما كاين الامل فهمتي واخا الوضع خايب تقول راه لا جاي ما احسن وديك جاي ما احسن ملي كتقول كتخليك تحرك اما راه الا قلتي ما جي هي النحس دونك اش انا غادي نتحرك وما كاين ما يدار اش انا غادي نوض مع الصباح اخويا ملي كاين ما يدار غير الكلمات اللي كتقول مع راسك هما اللي كيسمعوك مثلا نبقى نقول يوميا مع الصباح ما كاين ما يدار ولا جيت نوض مع 5 الصباح الا كاين ما كاين ولا جيت نرجع انا مع 9 ونص نتفطر نمشي للوركينغ سبيس الا ما كاين ما يدار ولا جيت نخدم الا ما كاين ما يدار ولا جيت ندير الا ما كاين ما يدار صافي ديك ما كاين ما يدار كنقتل بها راسي كاين ميت السلام خويا سيمون صباح الخير كاين واحد السؤال شنو رايك في المجال خو العقارات واش كنت كنجاوبك ملي بدات شي تجرات عليا خو سيده العقارات خدامين كاين واحد سميتو احمد سالم في عرب افيليت ساميت ديال 2015 عترجع ليه فهمتي هذا هو قصه النجاح اللي فهمتي ديما كنسى ما نبغيهاش هذا هو قصه النجاح اللي تسالي بها مع كلشي السيد معاق ما عندوش رجل ما عندوش رجل
لابارتي التحتانيه فهمتي فقدها، ما عندوش كاع لابارتي التحتانيه وقدر ينجح في لافيليت ماركتينغ واللي هي حياته. وبيان سور بلي غادي يكون عندك الفلوس غادي تجيب واحد غتخدم معاك اللي تولي تدفع ليه تجيني هنايا وشراك الروصه بدل حياته، وانت اللي عندك هاد الشيء خاصك تبدل الحياه. وهاد السيده هذا راه تصور ان ولا تيدير شي مبيعات في العقارات كبار، والسيد ما ما ما, ما تيتمشاش على رجلي باش يمشي يشوف العقارات وداك الشيء، خدام غير في الانترنت، خدام غير في الانترنت، ما عندوش فهمتي كراسه ما كانتش عنده، حتى دار فلوس عاد جرى كراسه مزيانه، عاد الدراري صحابو هما اللي جابوه ليفانت، عاد ولا مخدم ناس اللي كيدفعوا كيديو يشوف العقارات وداك الشيء، ولا خدم مع ناس اللي كتمشي تشوف العقارات، ولا مشى بعيد. هادشي الاخوان اللي عنده رجلي عنده يدي وكلشي يحمد الله وراه كاين ما يدير. وكما قلت لك شوف الاخ راه دوا على كيفاش خدام، خدام فيسبوك، خدام ادورد، راه دوا اسميت الوثائقي خويا سميتو السر، ما فهمتي هادي السميه السر، ماشي يعني تنقول لك السر هو كذا، لا سميت الوثائقي سميتو السر، عاد مشات كتب السر قانون الجد اخويا سيمو، لقيت مشاكل كندير نخرج الفلوس من امازون وانا في المغرب، ودولنا على الاف بي ام الله يحفظك خويا، واش باغي تكتب لي اف بي اي ماشي الاف بي ام، سميتو فهمتي الاف بي اي ماشي الاف بي ام خويا، الطريقه وحده اللي نقول لك كيفاش الا كنت كتقلب تخرج الفلوس من المغرب نساها، دخل الفلوس للمغرب يقدر دخل الفلوس للمغرب من امازون ممكن تستعمل بايوني بيونير، خاصها تخدم لان بيونير كتعطيك كونت امريكان كونت فيرتوال ماشي كونت حقيقي، الا مشيتي عندك البنك وقلت لهم عندي كونت عندكم راه ما يعرفوش، تعطيك كونت فيرتوال كتحطو في امازون خدم بيونير تنهار تجمع شي فلوس سير شي دوله اخرى حل الكونت بونكير ديك الساعه فهمتي، وهذا هو الحل دونك توليكا. الشكوى لا سيستم البنكات في الدول العربيه كامله ماشي المغرب، كانت مصر حسن منها في واحد الوقت ولات كفس، السيد صاحبي حل كونت بنكر في ابو ظبي المشاكل بشكل اسبوعي فهمتي، ديالاش هاد الترانزاكسيون اشنا هي ماكس بونتي اشنا هي كليك ديلر اشنا هي يا موبي اشنا هي فهمتي، محمقين لي الراس بحال قلت كل سيمانه كثرت الاسئله في امريكان ولا في الدول المتقدمه ماليزيا ولا هونغ كونغ ما جيتش تلقى هاد الاسئله هاد. صباح النجاح والاراده والاجتهاد الله يحفظك خويا. اخويا سيمو بغيت نفتح واحد السيت ديال الافلام اش من صيدوات تنصحني بها وشنو هي احسن مواقع البوب اندر للربح خويا، ما نقدرش نجاوبك على السيتات تاع ستريمينغ والله ما عندي حتى فكره، ولا دويت لك على السيتات تاع ستريمينغ عرف راني اجبه فهمتي اذا تصنطح ماشي الدومين ديالي، ولكن راه تقلب على اخوان مغاربه كاين الاخوان المغاربه اللي عندهم سيت ديال ستريمينغ شوف الاستضافه اللي دار، ولا قضيه اخرى سير شي سيت ديال ستريمينغ مشهور ودير لو ايز على السيت ديالو وشوف فين هو موزي ووسط انت ووسط الجامعه. اما خويا ما عنديش صراحه شي فكره سيتات البوب اندر اخويا اللي ننصحك به هو تجرب بروبلر ادز هاد السيت ديال جاوبتك اخويا محمد بغيت نفتح سيت ديال الافلام. سيمو عندي مشكل كيفاش ندخل فلوس من باي بال المغرب من غير تجاري وفا بانك تجاري وفا اخويا اي بنكه في المغرب كتعطيك كارت فيزا، اي بنكه في المغرب كتعطيك كارت فيزا راه من حقك راه ممكن تدخل معاها الفلوس عادي، اي بنكه في المغرب ما عرفتش سير انت سول ما عرفتش يقدر البنك الشعبي كيعطيه ماستر كارد هذيك اي كارد عنده ماستر كارد، شوف البنكه اللي كتعطيك كارطة ديال الانترنت وفيها فيزا وراه غادي تدخل بها فلوس. وهذا السؤال اللي طرحتي على الاخوان اللي طرحتيه في شي جروب مشيتي الجروب ديال نورداكس طرحتيه ولا اي جروب ديال الانترنت ماركتينغ في المغرب انا ننصحك بالجروب ديال نورداكس، سير الجروب ديال نورداكس طرح عليهم هذا السؤال يجي يجاوبوك اخوان مغاربه اللي عندهم نفس التجربه. انا اخويا البنكات المغرب ما عندي بهم حتى علاقه ما فهمتي من زمان ما بقيتش من زمان ما بقيتش خدمت بشي بنكه مغربيه، عند
عندي انا شركه نبيعوا في الانترنت والزبون يمكن يدفع بالفيزا وبالماستر كارد بوسائل عده. السؤال ديالك اخويا شي عاود جيب شي تنعاود وسائل عده لهذا مزايا هذا يغنينا على استعمال شوبيفاي او شوبيفاي له مزايا ثانيه. واريد منك اذا ممكن طبعا تصفح الويب سايت الخاص بنا وتعطينا لاننا حددت العهد في المجال. وشكرا اذ كان ردك كيساكتو بالويب سايت في مساج ثاني كي لا نستعمل كوسيله للاشهار. ثانكس فور مان اخي. تنشوف الويب سايت ديالك الا قريت الميساجات من بعد. ما عرفتش اخويا شنو كتبيع في الانترنت. الا كنتي كتبيع اش كيتسموا المواد الملموسه، الا كنتي كتبيع المواد الملموسه من الاحسن تخدم بشوبيفاي. اخوان ما عرفت الصوت كيدير، تنتمنى الصوت يكون مزيان. الا كنتي كتخدم الا كنتي كتبيع مثلا طنجره قلم ستيلو الحوايج يعني ماشي ديجيتال ماشي كتبه في الانترنت لازم يجو، ننصحك اخويا بشوبيفاي. وتتبان لي راه ديجا افونسيتي وليتي كتستقبل لي بايمون اونلاين وخدام. مي دونت توليكا كنتي وماشي بالاخوان بالمناسبه ما كاينش شوبيفاي. رانا شوبيفاي شكون اللي نصحني به هو الاخ بلال. انا كنت خدام كيوب كارت سي يو بي او سي ار تي. كيوب كارت هو اللي خدام به حتى 2016 حتى افريل 2016. السيرفر طاح على شي مشاكل على الطهاكينه على المهم وطلع لي الدم. وكنت كندوم على الاخ بلال وقال لي اش دخلك هاد المشاكل هادو ومعلاش ديري حنا شوبيفاي ونصحني بشوبيفاي وفهمتي سر لي اون جينيرال شنو هو. عاد مشيت نطلب سيت تاع شوبيفاي وقلت اوكي اجي نخدم بشوبيفاي. تبغي الاخوان الا لاحظتوا واحد القضيه ديما كنذكر لك مصادر اخرى ديما كنقول لك سير عند الجروب تاع اسك نورداكس ديما كنقول لك سير عند الاخ فلاني سير عند سميتو على حقيتاش راه فهمتي حتى انا راه بحالي بحالك راه ما فيتك شي حاجه. ملي كنجاوبك من ليكسبيريونس ديالي داكشي اللي درتو ما كنتشبهش نجاوبك على شي حاجه ما فاهمش فيها ولا عطيتك شي جواب كنعطيك شي جواب دقيق. ما وكما ما انا بالنسبه ليا الاخرين ماشي منافسين هما راه بدون عجاج البرد ماشي عجاج البرد مع الصباح هذا على حق. وفيهم اللي ماشي صحابي ولكن كنعرفو ونمشي ننصحك به وماشي مشكل ان ما 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 فهمتي ما عنديش ديك المنافسه ديال ان انا في الاخر والاول والاخر ما دايرش هذا اللايف باش نربح ولا هذا البروفيل باش نربح ولا كاع شي باش نربح ولا كنت كنتسنى نربح راه من 2012 وانا هنايا 2016 راه كملت 4 سنين والسيد راه سول شحال غادي نكون ربحت في هاد لابيريود كامله من هاد الصداع هذا كامل. فهمتي يعني راه تنوريك واحد اخر تمشي تسولو حسني جاوبك هو ولا غادي نجاوبك انايا ونعطيك شي جواب ناقص. وملي كنجاوب على شي حاجه تنعطيك شي جواب دقيق. الجزائر ستمنعوا اعلانات ادورز فيسبوك اسهل هل هذا ممكن اخويا؟ قريت هذا الخبر هذا في اسبريس صيفطوا لي واحد الصديق ديالي علما انني مشيت للروتر ديزاكتيفيت مشيت للروتر حيدت وورد بريس حيدت هيسبريس حيدتها لان ممنوع ندخل لهيسبريس مانع على راسي هيسبريس. كنت يقول لي غير قرا كنقول لي ودي تما يقول لي تقول لي لا والله دخلت قريت وعاودت ردت هيسبريس للروتر لان ما باغي نقرا لا هيسبريس لا حتى شي حتى الاخبار ما كنت ندخل ليه ما كنهتمش بالاخبار. قريت بلي الجزائر ما عرفش الوزير هو اللي قال لهم خاص الشركه توقف الاعلانات في ادوردز وفيسبوك لان كندفعوها بالعمله الصعبه ليفون اون نونتون با بيان. خويا والله ما عرفت ما كاينش شي حاجه باش نمنعو الا ما كانش الصوت مزيان الاخوان غادي نوقف اللايف وما عندنا غدا ان شاء الله. خويا سيمو الا بغي تجيب كونتينر ديال السلعه من دول اسيا شنو هي المعلومات؟ خويا ما كاين حتى شي معلومات. تمشي غادي تجيب كونتينر من دوله من الاحسن تكون عندك شركه في المغرب لان كونتينر ماشي شي حاجه اللي ممكن كونتينر كثير على انك تجيوانا وتقول لهم لا داير بيرسونال يوز يعني جيبوا لراسي. مازال الا جبتي كارطونه ممكن تقول لهم راه بغيتي تمشي لدار الضريبه يعطوك واحد ريجيستر كوميرس مؤقت وتمشي للديواني وداكشي. اما جمارك ماشي دار الضريبه جمارك تاخذ واحد ريجيستر كوميرس مؤقت وتمشي للديواني ولكن شي حاجه قليله هادشي. ولكن كونتينر خاصك تكون شركه
تحل شركه في المغرب راه ماشي شي واحد تسمع شركه في المغرب تقول ما عرفتش اشنا هي شركه في المغرب غير واش قد على المسؤوليات ديالها وقد ان تبقى متابعه لان راه كل 3 شهور خاصك ديكلاري المداخيل المصاريف كونطابل راه خاصك تخلصوا هاد المصاريف هادو ما تحسبش المصاريف ديال البدية راه تمشي عند اي كونطابل ولا في جي سي راه غادي يحل لك شركه بماكسيموم 5000 درهم ماشي يحل لك شركه صارل ودابا راه مابقاش عاد غادي تاع بلوكي الكابيتال ودوك الصداعات ديال شحال هادي غتحل شركه صارل وانت راه عندك شركه ب 5000 درهم انت عندك شركه كان هادشي اللي كانت عندك لادريسه ما كانش عندك لادريسه راه كاينين اللي كيكريو لادريسه في كازا بشي 200 درهم في الشهر كاين اللي كيكريو لادريسه في مراكش بشي 500 درهم في الشهر هادو دي في جي سي كيكري لك لادريسه ديالو 500 درهم في الشهر في كازا كيكريو ب 200 درهم في الشهر ما عقلتش الرباط شحال المهم ها شركه ولات عندك تمشي تمشي تكوموندي شوف السلعه اللي باغي فيريفيها كوموندي منها كونتينر ملي تجي للمغرب راه ما عادش تدخل انت بدوك الاجراءات ديال التوانه راه فهمتي تيمرضوا غادي تشوف شي ترونزيت راه غادي تفاهم معاه بميل شحال من طول شحال من دوسي عندك كونتينر راه تكون عندك دوسي واحد عطاه ليه تمشي يجري لك هذاك الصداع ديال حتى يعيط لك يقول لك اجي تخلص قد وقت ديال التوانه غتخلصها ترونزيتر راه غادي تفاهم معاه على حساب واش كتعرفو ما كتعرفوش صاحبك وري عليك شي واحد ولا باغي تتعامل معاه ديريكت مي لا فيريج دير بحساب ديك 1500 درهم ديال المصاريف ديالو وتوكل على الله خويا غير هضر اللهم لا عمش ولا العمى لا لا خويا تنبغيو نديرو الا درنا شي حاجه نديروها متقونه يكون شي لايف متقون ولا ما نديروش شي جوجل سنايبر ديال جوج برون واسكام ولا بصح خويا الله اعلم الله اعلم فهمتي كنت شفت التكلاصه في واحد الوقيته في كليك بانك شي عامين هادي هو الاول ولكن الله اعلم بلوغر بالانجليزيه للطبخ ما هي المراحل بالاشتغال على الكيورد وغادي ترجع اللايف غترجع اللايف ديال يومين ثلاث ايام هادي غترجع اللايف ديال ثلاث ايام هادي تلقاني بقيت كندوي على كيفاش بجينا ويب سايت 7 سنين هاجي وطلعنا لحد دابا هذا العام هذا في 2016 تكلاصينا حنا الاولين فواحد الكيورد اللي عليه المنافسه في العالم كامل اللي سكايب كتنافس عليه اللي اوفو كتنافس عليه فتناهم وتكلاصينا حنا الاولين غادي تلقى دويت على السيت تاع الوايت لوست ديالنا كيفاش بجينا من الاول ما استهدفناش الكيورد الطوال استهدفنا الكيورد سميتو دابا الحمد لله حنا في الباج الاولى غادي تلقى غادي تلقى غادي تلقى كاع هادشي دويت عليه لا مزيان الصوت مزيان الحمد لله راه وقف البرد دابا واش كتخلص الديوانه في كازا ولا في مدينتك خويا على حسب الا كنتي جايب مع البوسطه شي كونتيتي قليله واش مع البوسطه ولا مع او ام اس غادي تخلص الديوانه في مدينتك ولكن على حسب مدينتك الا كدوي على مراكش ولا الرباط ولا كازا ولا طنجة ولا فهمتي المدن الكبار ولا اكادير ولا اما مثلا بحال واحد الصديق ديالي كوموندا في الخميسات اضطر انه يطلع للرباط فهمتي يعني الا كنتي من مدينه صغيره غادي تطلع للمدينه الكبيره اللي حداكم غادي يصيفطوا لك باش تجي تخلص في المدينه الكبيره اللي حداكم كما قلت لك هو من ولد الخميسات طلع حتى للرباط هادي حاله الا كنتي جايب كونتينر راه غادي تطلع لكازا تخلص في كازا دير كلشي في كازا ما عدا ما عرفتش الشيكات ديال شي واحد خلص في مراكش المهم اللي كنعرف الناس اللي كتجيب كتجيب تجيب المطار ديال كازا مع الداش ال ولا كتجيب اي حاجه تجيب لكازا ولا الميناء ديال كازا راه كتخلص في كازا خويا عندي 100 اورو باي بال شنو نقدر ندير بها كبدايه خويا غادي دير بها كبدايه هو كيف ما جبتي 100 اورو غادي تمشي تجيب 200 اورو تمشي تجيب 2000 اورو وتمشي تجيب 3000 اورو تمشي تجيب 4000 اورو الا فكرتي تانفيستي ما فهمتي ما 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 ما, 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 ما تسمعش شي واحد يقول لك شي حاجه وتمشي ديرها ما يكونش عندك فهمتي شوف انت شي حاجه كترتاح لها وديرها ما يكونش عندنا الاخوان داك الهاجس ديال الفلوس 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 باغي الفلوس انا باغي الفلوس انا باغي راه الاخوان اللي جينا على الفلوس 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 كاين 70000 حاجه باش ممكن ندير فلوس ولكن شوف داك باش مرتاح وما تبقاش تشوف شي واحد دار شي حاجه تمشي نديرها مثلا انا غادي نشوف الاخ نجح في شوبيفاي نمشي ندير بحالو هذا الاخ هذا نجح في ادسنس نمشي ندير بحالو شوف انت فاش مرتاح واش انا عمري غيرت الطومين نهار غيرت من السي بي ا مشيت نهار غيرت من السي بي ا دابا غادي لامازون وباقي خدام في السي بي ا وغادي نبقى خدام في السي بي ا كما قلت غير انا حاط واحد الضغط فاش نسالي السي بي ا العام الجاي هو شهر 6 شهر 1 7 كاع شهر 1 7 المهم حاط 6 مو الاولى
2017 يجي الماكسيموم اللي غادي نزيد في السبعة وغادي نسد الباب. راني شرحت علاش ماشي السبعة فيه منافسة، السبعة باقي فيه ميدار. انا ما بقيتش باغي نكمل، باغي نكمل في شي حاجة اللي مرتاح فيها هي امازون. واش تنشوف الدراري مثلا صحابي كيدير اكثر مني، ملي كنشوف الدري صاحبي يدير اكثر مني في ادسنس كنفكر نمشي نرجع لادسنس؟ لا. واش ملي كنشوف الدري صاحبي خدام في انستغرام دار اكثر مني كنمشي نقول باغي ندير حتى انا بحالو؟ لا. واش ملي كنشوف لا انا مرتاح في هذا الدومين هذا وداكشي اللي مرتاح فيه هو اللي غادي نعطي فيه، ولاش ولا وملي حسيت براسي مرتاح في امازون اكثر فكرت اني نعطي وقتي 100% لامازون. على حقيتاش مرتاح، وواحد مرتاح وواحد ما مرتاحش راه ما يمكنش يتنافسوا. انا مرتاح وما زربانش، الاخر عنده ظروف تقلب على الفلوس في السربه هكا ما غاديش ينجح. شوف اخويا انت فاش وكيما درتي 100 اورو سير دير 200 اورو، سير دير 300، سير دير 400، 500، 1000، راه يقدر لا ميثود ديالك ولا راه غادي تلف على الطريق كاع وما غاديش تبقى حتى ديك ال 100 تمشي لك. وما غاديش ما عرفتش اخويا الاكثريه دابا تيجمع شي فلوس وكيبقى يقلب. واش ما مشى سمع شي حاجه تيقول لها جي استثمر في هذه الشركه كيمشي كيحط فيها فلوس وكتسد كيمشيو ليه، كيمشي تيسمع استثمر في هذه الشركه كيمشي كيحط فيها فلوس وكيمشيو ليه. وهنا كتولي غير تابع ماشي ليدر. انا ما كنحاولش نصنع واحد الناس يتبعوني بالمناسبه، ما كنحاولش نصنع واحد الناس يتبعوني. ها انا تبعوني فاك لا ما تبعونيش، انا كنوريك الطريق وسير راه شتي كنوريك الريسكي كندويلك عليه. انا كندويلك على السبعه، كندويلك على امازون، كندويلك كنقولك راه كاين اوبورتونيتي، كاين ادسنس، كاين ما تتبعنيش انايا، سير صنع طريقك. وانت لا نصحتي ليا جوج الناس في التيوم هذاك هو الفضل، صنع طريقك نتايا، ما تسناش الخوت. انا راه عندي 100 ولا 200 ولا 1000 راه كاين، انت قلتي لي 100، كاين الاخر كيجي يقول لي اخويا انا عندي 5000 دولار فين انفيستيا. خويا كيف ما درتي 5000 دولار دير 10000 وحاول دير 100000، راه طريقك هي اللي حسن. ولا جيت تسمع الهضره ديال شي واحد يقول لك شركه ما تشاركه وتجي يمشيو لك فلوسك في الاول والاخر. وحاجه اخرى دير داكشي فاش انت مرتاح فريمون، دير داكشي فاش انت مرتاح. ما مرتاحش في الطومين اللي انت فيه جلس كما قلت دير نهار نوض مع الصباح شوف الطومينات كاملين، شوف هاد اصحاب السبي اش كيرونوا، اصحاب الريسكين اش كيرونوا حتى هما. يا هاكا خذها انت بحال ما حاملهمش، مع بحال في الاول انت ما حامل حتى ما جا اصحاب السبي. اجي نشوف اصحاب السبي اش كيرونوا، اصحاب الادسنس اجي نفهموا هاد الادسنس هذا، اصحاب الريسكين اجي نشوف اصحاب الريسكين اش كيرونوا، اصحاب شوبيفاي اجي نشوفهم حتى هما اش كيعجنوا. شوف كاع المجالات سوي سير امازون، شوف هاد الصداع ديال امازون اللي كيدوي عليه شنو هو. انت شوف كاع المجالات شوف واش غادي ترتاح وسير في داكشي فاش غادي ترتاح. راه كلشي فيه الفلوس، الا كنتي كتضربي على الفلوس راه كلشي فيه الفلوس، وسير فاش مرتاح غادي تمشي بعيد. واللي ما عنده والو كيفاش يجمع باش يبدا؟ اخويا كيفاش يجمع باش يبدا؟ اجي تبدا ببلوغر وتبدا بادسنس، اجي تبدا الا عندك 25 دولار وشي سوي السر انها عندك، ولا اجي تبيع تليفون كما اترجع الاخ اللي جاوته في الاخر البارح، تبيع تليفون وتجي تشري كونت ديال جوجل بلاي باش تبدا، ولا اجي تبيع تليفون وتجي تشري كونت ديال في الاب ستور باش تبدا. في الاول ولا بد من التضحيات، تسلف باش تبدا، تسلف وفي الاخر دي الناس فلوسهم. ماشي بالمناسبة مش تسلف فلوس كبار وتخسرهم في فيسبوك ادز ويمشي وليك وسميتو، لا غادي تسلف حدود 1000 درهم بالمناسبة. غادي تسلف مع شي اخوان فهمتي تلقى راه خسرت في جوجل ادورد، انت ما عندكش خبرة في جوجل ادورد اش داك جوجل ادورد بداو الاخوان يبداك شي صغير الريسكين غادي تحتاج 25 دولار وجي سوي السر انك كتشد اكثر منها في الشهر من الوالد ديالك. الا كتشدها كتمشي كتخسرها في اللباس، ما تشريش اللباس هاد الشهر هذا، شري كونت تاع جوجل بلاي، كونت تاع جوجل بلاي كيتسمى انفيستيسمون الاخوان. هادشي علاش كان كونت تاع جوجل بلاي بالمناسبه كيتسمى انفيستيسمون، والحوايج كيتسماو فهمتي مصاريف. كاين جوج مشاو ليا السميات ديالهم، كاين المصاريف وكاين ماشي المداخل، كاين جوج ديال الحوايج. كاين شي حوايج الا لقيتي دير شي انفيستيسمون في حياتك مزيان، تشري شي كتاب انفيستيسمون، تشري لباس ماشي انفيستيسمون راكي خاسر، تشري لباس في حدود انك تلبس انفيستيسمون، تشري لباس في حدود انك باغي كل نهار دير لبسه باش تمشي تعيق عليهم في المدرسه ماشي انفيستيسمون. احسن حاجه كنقول للاخوان اللي بغى يغير حياته فريمون خاصك تكتسب واحد العقليه جديده، العقليه القديمه ديالك خاصها تلاوحها. بغيتي عقليه جديده راه ديما كنكتب واحد الكومونتير في الاخر ديال اللايف، اقرا شوف
ديك الوثائق ديال السر. واحد قرا ابي الغني ابي الفقير، جوج هذا قلت لك فهمتي، تولي تشوف شحال من حاجه، تولي مثلا تخير لا تخيرتي ما بين اللي قلت لك مثلا اليوم تاكل بسطيله ولا وتاخذ كونت تاع جوجل بلاي، ولا تاكل لوبيا وتاخذ لا تاكل بسطيله وتمشي في حالك، ولا تاخذ ولا تاكل لوبيا وكونت تاع جوجل بلاي. هذه تفكر ديك اللعبه تاع لا بغيت انا اخويا كونت تاع جوجل بلاي وما بغيتش انا كاع ناكل اليوم، انا باغي نصوم ارى لي كونت تاع جوجل بلاي. هاد العقليه هادو هاد الشيء اللي تستافدوا من الكتاب تاع ابي الغني ابي الفقير. الكتاب الثالث هو ايقظ قواك الخفيه، لان راه الا ما الى الاخوان الواحد اللي كان المسعه ديالو هي الفلوس، والله لا مشى بعيد، والله لا مشى بعيد، لان الفلوس كتضرب العقليه. حيد لي هادشي اللي عندي دابا كامل، حيدو لي، ولا وحنا في اوغندا وغادي تضرب واحد العام عامين ورجع سقسي فيا تلقاني مشيت بعيد. لان اي اخ تيبان لك فهمتي مشى بعيد، بيل غيتس اللي حيدنا ليه كلشي وجدنا رميناه في رواندا، غادي نرجعو غادي نلقاو مشى بعيد. شتي مارك زوكربيرغ تحيد ليه كلشي وتمشي تشدو تلوحو في بوتسوانا، غادي ترجع بعد عامين ثلاث سنين تلقاه مشى بعيد. راه ماشي الناجح هو الفلوس، راه الفلوس ما عمرهم كانوا الناجح، وراه الاخ اللي تيصحابو الفلوس هما الناجح، راه الفلوس هو واحد لابارتي من الناجح. وفي الاول والاخر علاش كدير الفلوس؟ لكن شي كدير الفلوس باش تعيق وسميتو، راه ما فهمتي ما لقيتش شي كلمه نقولها. فاك على هاد الفلوس هادو اللي الاخوان ما يكونش المسعه ديالكم هو فلوس فلوس فلوس. حاول تطور راسك، شتي ملي تطور راسك كتوصل للفلوس وتجي تفوت الفلوس، ملي تولي عندك واحد العقليه مزيانه وتجي تلاوح ديك العقليه القديمه اللي كبرتي عليها وتجي تبنى العقليه ديال الناس الناجحين. بالمناسبه الاخوان انا كنصحكم غير بالثلاثه، لان ما كنبغيش نكثر، كنبغيش نكثر تنقول قرايه الثلاثه هادو. راه اي حاجه كتخرج كنشريها، اي حاجه كتخرج من الكتوبه ديال بوب بروكتور ولا شي دوره ديالو كنشريها. راه ماشي النجاح هو عندي الفلوس، راه فريمون راه وشحال من اخ دار الفلوس ورجع للصفر، وانك تكون هي مساله حظ. صادف مع شي فتره طلع وغادي ينزل من بعد، لان السوق كيتبدل ديما، وهو ما عندوش ديك العقليه ديال التغيير وتشونجا ويمشي الوقت، وما عندوش وما عندوش. طور راسك، طور راسك نتايا وغادي تمشي بعيد وغادي دير الفلوس. وكما قلت الفلوس راه واحد البارتي من النجاح، ولا كنتي باغي الفلوس باش تحسن من لافي ديالك وباش تحس براسك مزيان، باش عاش نقول لك باش تعيش سعيد، باش تزيد من مستوى السعاده ديالك. الفلوس راه ما يخلقولكش السعاده، الفلوس الا كنتي كتسنى بالله راه باش تجي تسوق واحد الطوموبيله، باش تعيق على عباد الله، باش تصور على هذا، باش تحكر على هذا، باش تقمع هذا، وديك باش تشتف على بنادم لا، راك هي كترول. راه في الاخر ملي دير الفلوس وتجي تندم معاك الحال. راه الفلوس ماشي هادشي اللي داروا، الفلوس راه داروا باش تعاون عباد الله وتعاون راسك، راه هادشي اللي داروا الفلوس. راه بيل غيتس وديك الطبقه راه هما اكبر واحد كيصدقوا في العالم. وفي الاخر باش تعيش سعيد راه فاك دير الفلوس وتعيش عيشه ديال فهمتي. شحال من واحد كنشوفو مثلا دار فلوس ومشى السكه ديال هيروين كوكايين مخدرات حياته تدمرات، في الاخر كتلقاه فهمتي في واحد المستشفى ديال المجاني سادين عليه. ها الفلوس الاخره ديالها كي كانت، الفلوس هو تكون اندر كنترول فهمتي، تعاون الناس اللي حداك، تعاون الناس اخرين بها، تعاون راسك بها، تزيد القدام بها، تزيد تكبرها عندك باش تزيد تعاون الناس اخرين. وغادا وفي الاخر في الاخر ديال الفيلم كامل كتقلب على سعادتك، كتقلب على السعاده ديالك في الاخر ديال هذا الفيلم. الصداع كامل كتقلب على السعاده ديالك. راه فريمون يقدر في الاخر واحد عنده قصر ديال 1000 متر وديال 10000 متر وتلقى واحد عايش في 20 متر تلقاه عايش سعيد عليه. دونك اشنو فاك الا كان واحد عنده 20 متر عايش سعيد عليه، شناهي هاد الفلوس هادي اللي جاو لي واحد عنده 20 متر وسعيد عليه؟ دونك حتى انا مش رجع 20 متر. دونك الاخوان فهمتي يقدر ان الظروف فاش كبرنا في المغرب تيتعلمك واحد القضيه ديال ورا اللي ما عنده فلوس كلامه مسوس، اللي فهمتي اللي عنده الفلوس حبيبي هو اللي كيدوز، وديك الهضره فهمتي داكشي نساه، داك الحقد وداكشي نساه. الا بغيتي تزيد لقدام في حياتك نساه، وهذاك فهمتي واحد حاقد ما غاديش تزيد لقدام. ولا ما بقاش شي حامل سميتو شونجي البلاد، سير لك شي بلاد اللي ما غاديش تحس بالفارق الطبقاتي بزاف. مثلا انا نعطيك مثال، الا جا شي واحد البنك طاو، جا شي واحد البنك طاو في تايلاند، اجي من الحاجات اللي عجباني، انا ساكن في فيلا كاريا، هي كاريا باش نتفاهم، ساكن في فيلا كاريا، كارتي ديال الفيلات فاش ساكن لازقه قسما بالله، لا الكارتي اللي من ورايا كارتي ديور عادي،
لاصق علينا من الجهه الاخرى، لاصق علينا ماشي لاصق علينا، لاصق عندنا واحد القصر يكون ساوي شي 5 مليون ديال الاورو، يعني واحد 5 مليار مغربيه وزاي يعني. وهذا كارتي كامل، هذا كارتي كامل، كارتي تتلقى فيه مثلا فيلا لاصقه على قصر لاصقه على براكه، واحد براكه لاصق على هذا لاصق على هذا، ما كاينش داك الفارق الطبقات. ملي كنخرجوا نفطروا كتلقى هذا جالس مع هذا مع هذا في نصف القهوه كيفطروا، ما 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 هادشي تيخليني حتى عايش مرتاح على حقيقتاش. ما كاينش داكشي ديال هذا سد الباب على هذا داك الحقد، ما كاينش دونت ولي كافطون، ما كاينش الحقد، هادشي علاش عاجبني الحياه ديالنا فهمتي. وناس مسالمه بغات يسلب العنب بحالي، طولت على الهضره. المهم باش نجاوب الاخ الاخ والاخوان كاملين اللي انا باغي فلوس، انا باغي الفلوس. ما عاد كتفكر في الفلوس ما غادي دير والو، خاص تفكر كيفاش غادي تجيب الفلوس، ما غاديش تفكر في الفلوس، فكر كيفاش تجيب الفلوس. وملي غادي تفكر وغادي تعرف المجالات كامله راه يقدر تجيك فكره كاع ما 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 ما, ما فكره ما خدام بها حتى واحد. كما الاخ اللي وريت المنتج ديال الشعر اللي كيجيبوه ب 6 دراهم الا شراو كميه كبيره، ولا 12 درهم الا شراو كميه صغيره، وتيبيعوا ب 512 درهم، والديوانه والصداعات والترونسبور كلشي نقول غادي يقام عليهم 15 درهم 18 درهم، كيبيعوا ب 557 درهم. هو هذا صانع بيزنس وصانع واحد الحاجه كيديرها. غنعطي مثال عاوتاني ديال 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 السيجاريت الكترونيك في 2011، وي والله الا 2011 عاد تفكرت 2012 السيجاريت الكترونيك يلاه بدات كتبان بغزاوه، وكنت دخلتها للمغرب. السيجاريت الكترونيك كنت دويت مع واحد كان واه النمل. السيجاريت الكترونيك كنت دويت مع البروفايدر في الشينوا، كان صيفطها ليا ب 10 دراهم الوحده، وكانت بالديوانه والصداعات بكل شيء كاع قول وصلت واحد 15 درهم، وكانت كتباع طايره، كانت كتباع طايره ب 15 درهم. دونك راه ماشي يا الاخوان، خاص تولي عندك العقليه في الاول والاخر، تولي عندك عقليه ديال لونتربرونور ماشي عقليه ديال الريسكين وغادي تسد لك الكونط وغادي توقف، ماشي العقليه ديال السيفتي اللي تسد لك الكونط فيسبوك وغادي توقف، ماشي العقليه ديال ادسنس اللي تسد لك الكونط ادسنس وغادي توقف، ماشي العقليه، خاص تكتسب العقليه ديال لونتربرونور. تيبانوا لك الفرص فين ما وكتضرب فين ما، ماشي انت احادي الخاليه ولا وحيد القرن كتجري في اتجاه واحد، لا خاص تكون كتجلس وماشي كتشوف الفلوس وكتمشي كتجري تلات من وراها، لا انت مكونترولي راسك، انت جالس بلاصتك وجالس بشويه وفهمتي ورزين، وكتشوف لي زوبورتونيتي فين كاين، ومن بانت لك لوبورتونيتي كتضرب، بانت لك في الريسكين مخاش تضرب حياتك كامله هي الريسكين، وتولي تولي انت هو الريسكين، انت خاص تبقى انت والريسكين، خاصو يبقى بلاصتو، خاصك تخدم الريسكين وتعرف بلي واحد النهار راه ممكن تمشي لبلاصه اخرى ولا ممكن تضرب في اوبورتونيتي اخرى الا بانت لك. هادشي اللي نقول لكم الاخوان، في الاخر حاولت تكتسب واحد العقليه، خصو اللايف هذا في الاخر كاع حاولت تكتسب واحد العقليه ديال لونتربرونور. ملي كنقول لك قرا هذا الكتاب ولا قرا كتاب ولا قرا شوف هذه السلسله هادي ولا ولا ولا، راه هادشي كامل باش تحاول تكتسب واحد العقليه ديال واحد السيد لونتربرونور فهمتي، ماشي باش دير الفلوس. وملي جيت تولي عندك العقليه ديال لونتربرونور راه غادي تنجح. خويا غير هضر اكثر من 20 ساعه، خويا 20 ساعه بليس ما كيجيناش المال، لا خويا لا غادي نمشي اخويا فهمتي، شتي وكتصب شويه بعدا كتصب شويه غادي نمشي نجري للدار نوصل، وراه اليوم ما بقيتش كنتمشى لان حتى كتصب ما بقيتش كنتمشى جنب البحر. دونك اخويا نقطع اللايف وغادي نمشي للدار نجاوب على شي سؤال اخر ونمشي. بيست سي بي ا موبايل نتورك نيو بي فريندلي اند سام فيرتيكال اند سيكند اند ثيرد كونتريز. فاي السؤال ديالك الله كنجي نقرا شي عاود نمشي ونجي نسال سيك سور فور ديم اند ثانك يو فور اذر. خويا بغيتي تبدا شي سي بي ا نتورك موبايل، كاين عندك يا موبي، كاين عندك موبي فيستا، فيهم الزوفر ديال الموبايل بزاف، كاين عندك كليك ديلر فيها هكا وهكا، كاين عندك ترافيك سورس احسن واحد ننصحك به هو فيسبوك ادز، استعمل لاندينغ بيج، راه فيسبوك ادز كيبقى هارب على كاع لي ترافيك سورس. هذا من جهه. شنو اخر؟ شي كانتري، شي دول تخدم عليهم. خويا حاول تخدم على الدول اللي ما فيهاش المنافسه، هي دول اسيا ودول امريكا اللاتينيه والدول العربيه، الامارات السعوديه كذا، حتى هما ولا فيهم الخبز.
سؤال مهم. اما في السويد، انا عايش في السويد، وملي فتحت حساب امازون باش نبيع قالوا لي خاصك معلومات ديال الطاكس. وي اخويا خاصك معلومات، خاصك معلومات ديال الطاكس. وفي السويد ما عرفتش شنو لوكا عندكم، واش ما عرفتش السويد لوكا ديالو، واش عندكم حتى نتوما سوسيال سيكوريتي نمبر بحال الميريكان ولا شنو عندكم، ولا راه بحال الميريكان فهمتي، كتصل بواحد الاداره كتعطيك لو اي ان ديالك. ما عرفتش لوكا ديال السويد اخويا، ما بغيتش نقول لك دخل الباسبور ديالك تما كما كيقولوا شي اخوان، ولا دخل النيميرو ديال لاكارت ناسيونال ديالك تما. ما بغيتش ندير هاد القطعه هادي لانها ماشي هي الصحيحه. مي ما عرفتش السيستم في السويد اخويا، سول ولا لا كاع وحلات القضيه، وانت باغي تخدم امازون والسيري وعارف راسك تمشي فيه مزيان، اي تحل سوسيتي في امريكا راه ماشي تكلف اكثر من $500 وغادي تطلب لو اي ان. لا بغيتي انت تتصل في التليفون وتبقى جالس كتسنى، راه ما عمري درت هذا البروسيس هذا، ما دارو شحال من اخ، مي خلصنا $60 وعد الشركه هي التكلفه جاب لنا لو اي ان، وغادي تشد لو اي ان هو باش تجي تخدم مع امازون، هو باش تخدم مع لا بغيتي دير شوبيفاي البيومون ديال شوبيفاي ني تخدمو هادشي اللي كاين الاخ وتوكل على الله. سيمو الله يحفظك، فكره على الاناليتيكس ديال الداتا في الموبايل، سي بي اس و بوب ترافيك ولا الميديا باي، امتى نقولوا البانر ولا ندير خدمه سي تي ار، شي معلومات التجربه ديالك الله يحفظك خويا. سي تي ار كل نيتورك على سي تي ار علاش كتضرب، والفيسبوك كل سي تي ار على كل بلاصه تضرب على سي تي ار بشكل، الا كنتي على الشن الا كنتي كطلعي في الشن راه كتضرب على 0.4، الا جبتي 0.4 راه مزيانه. الا كنتي البانرات اللي كيطلعوا في الشن في الفيسبوك كنتي كتضرب على الفيز طلع في داك الوسط راه خاصك تنزل على 4%، 4% وذلك اضعاف الايمان. يعني سي تي ار خاصو يكون 4%، شي شركه اخرى على حساب 1% افاز، وديما كنحاول نبقى فوق 1% على حساب الشركه اخويا فهمتي. ماشي شي سؤال اللي غادي نجاوبك على نعطيك شي معادله نقول لك شي رقم وغادي تعممو على كل شيء. شنو اخر في الاول وفي الاخر كنضرب على لا رواي. انا بالنسبه ليا ملي كان انفيستي خاصني في الاخر النهار الكراسي رابح اكثر من 20%، شي اخ ما جيش تسلكو 20% انا باغي 20%، لقيتي 20% مسلكك بحالي خدم. انا اللي كنت شغل فرتاع السبعة كيجيب لي 20% في الاخر النهار غنخدم عليه. كاين الاخ اللي ما كيخدمش عليه كيبغي 100% و200%، انا 20% يعني الا لقيت 20% في الداتا عندي راني مدخل 20% اجي نكمل الخدمه. لقيت راسي مدخل قل كنحاول اوبتيميزي نفوت 20%، لقيت راني مدخل 40% خير وبركه. كاين دي زوفر كندخلو فيهم 100%، الحمد لله هادوك تنفرحوا ليهم. المهم 20% كنبقى خدام. هادشي اللي نقول لك لقيت راسك جايب 20% نسالي سي تي ار و سي بي ام وشحال سي بي سي وداك الصداع. انت كتصرف فلوس في الاخر ديال ملي كتصرف دوك الفلوس شحال كتدخل. هادشي هو اللي جيت تسول في الاخر شحال ديال الار واي عندك. عندك ار واي مزيانه غادي تكمل، ما عندكش ار واي مزيانه غادي توقف. الاخوان نشفت جريت مع الصباح ونشفت اوبا غادي نمشي دابا نشد الطريقه، نمشي نشد الطريق للدار باقي دابا تحت الشجر، غادي نمشي نشد الطريق للدار الاخوان. ما سخيتش بكم، ما عندنا اللايف ديال بالمناسبه نسيت ما قلتهاش. اللايف الاخوان ماشي هذا هو اخر لايف، ولكن اللايف حتى ما تشوفوا مع الصباح، لان مع الصباح فكرت قلت بلا ما غادي نبقى نهز التليفون شتا كدا سميتو، غادي نولي نخرج بلا تليفون نجري في العشيه حتى نسالي الجرا نسالي الخدمه نسالي كلشي. الربعة العشيه كنرجع للدار، ملي نرجع للدار الخمسة ستة ديالي، الخمسة يعني 11 ديال الصباح ديالكم ولا 6 ديال العشيه اللي هي 12 ديال الصباح ديالكم، وغادي ندير اللايف. يعني غادي يولي اللايف الاخوان، غادي يولي اللايف مع الصباح وهذا ما كان. تهلاو ليا في راسكم وبالتوفيق للجميع. ايوا هاد الاخ طحت على السؤال ديالو، انا مبتدئ في السي بي ا وباغي نبدا السي بي ا. خويا باغي تبدا السي بي ا ديما كنقولها غادي تمشي تشوف الدوره ديالي في يوتيوب، تكتب سيمو لايف سي بي ا، ولا كاين واحد الاخ راه كتبوا الناس سميتو وعاودوا الله يخليكم كتبوا سميتو. دابا كاين واحد سميتو تنقول ليه عاود بلا شطره ديما الغنيمي، احمد الغنيمي ولا احمد الغنامي، احمد غنامي يقدر الاخوان راه